فين كتغبري؟ كنغبر لما كنحس بنفسي انني خاصني نغبر باش نعاود نرجع ان شاء الله بشي عمل اللي يكون في المستوى، لانني كنحترم بزاف وبزاف الجمهور، وكنحترم بزاف المتلقي، فما يمكنليش نظهر من اجل الظهور او الظهور المجاني. واش هذا الغياب ما عندوش علاقه بانه كيطلع لك الضوء من في الراس؟ لا، ما كنشوفش المساله من هذا المنظور هذا، لانني طبيعتي واحد انسانه متفائله جدا. هو الوضع ديال الفكاهه اكيد انه خاصو تعديلات، ان اكيد انه خاصو عمل واجتهاد وبحث باش يمكن لنا نهضوا بالفكاهه المغربيه، نهضوا بكل ما قدموه لنا يعني الرواد، لان هناك رواد اللي تعبوا وتعبوا كثير وتعبوا بدون وسائل اعلاميه، بدون تواصل اجتماعي، خدموا وتكرفسوا. تفرجتي خلال السنوات الاخيره بشي اعمال كوميديا؟ صراحه ما شفتش بزاف باش ما نتكلمش غير هكذاك. اللي نقدر نقول هو لحد الان باقي ما كاينش تميز، لحد الان باقي ما كاينش واحد يعني شي عمل اللي غادي يخلينا نساو الرواد ونساو الناس الاولين. باقين كنقلبوا على نفسنا، فين غادي نقدموا، شنو غادي نقدموا، وكيفاش خاصنا نقدموا الاشياء. شنو الفرق بين حنان الفاضلي والكوميديين ديال دابا؟ انا ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال. انا اللي نقدر نقول على نفسي هو انني كنحاول نشتغل بواحد لو ستيل، وانا كنشجع ان الفكاهيين يكونوا عندهم دي ستيل خاصين بهم، باش كنخلقوا للمشاهد واحد فرجه وواحد تنويع ايضا، باش كل مشاهد كيلقى نفسه، باش ما نكونوش كل شيء كيدير كيف كيف وكل شيء كيعمل في نفس الطريقه. اللي كيميزني هو يمكن كنشتغل في تشخيص كثير ديال الشخصيات، كنشتغل غالبا بوحدي، انا اللي كنعمل ادوار خلقه السعاده مع راسي، ولكن اشتغلت مع ممثلين كبار مؤخرا في عمل ديال بنات السي الطاهر، وحرصت انا والاب ديالي الله يرحمه باش يكون مشاركه قويه وكبيره ديال الرواد، واكتشفت ان الرواد مازال عندهم ما يقولوا، مازال عندهم ما يقدموا. علاش نظرك كاين تهميش للرواد؟ فانا ما نكذبش عليك، واش ما كيلقاوش مخرجين اللي كيفكروا فيهم، ما كيلقاوش كتاب اللي كيكتبوا ليهم، ما كيلقاوش، هذا سؤال كيتطرح. ولكن نقدر نقول لك ان من خلال تجربتي سواء مع الممثلات الكبار، مع لالا بوحمالة، مع زهور، مع ديرالة نسوية الاسماء، مي تفاجأت، ماشي تفاجأت، لأنه ما حنا تبارك الله عليهم ما محتاجينش نقول عليهم اليوم يعني شنو كيسواو، هما الكل عارفوا شكون هما، ولكن تفاجأت بشغفهم، مازال عندهم ما يقولوا. شنو هي النصيحة اللي تقدمها للكوميديين الشباب من غير أنهم يكونوا متواضعين؟ صراحة ما كنطلبش منهم أنهم يتواضعوا أو لو يغيروا نفسهم، كما قلت لك أنا ما كنبغيش نتحط في شي موقف ديال هذيك الممثله اللي كتعطي دروس واللي كتعطي نصائح واللي كتعطي، لا، انا اللي كنقول هو بحال كتوصي واحد الاخ ديالك صغير ولا واحد فرد من العائله ديالك، الاجتهاد، الاشتغال على النفس، المثابره، البحث دائما. نحاول دائما نفسي، لقيت نفسي هنا خاصني نقول مع نفسي لا، خاصني نكون انا هنا فنيا كنهضر، والانسان يكون متيقن ان ملي كيكون اشتغال كتكون نتيجه. من تواضع لله رفعه، حنا كنديروا واحد المهنه كنحبوها، ما خاش يكون عندنا خلط في الافكار. اليوم راك معروف، غدا تقدر توقع اي حاجه، غتصبح في نكره، فما خاصناش ناخذوا الاشياء بواحد الجديه بزاف ونتيقوا هذا الشيء. انا ما نكذبش عليك، من الموت ديال الاب ديالي فهمت بزاف ديال الحوايج، انا كنت ديجا كنفكر بواحد الطريقه وزدت اقتنعت بالطريقة التفكير ديالي من بعد الموت ديال الأب. كل شيء فاني. اليوم كاين شركات إنتاج، كاين دي بيجي، كاين دعم، ولكن ديما ديك لعنة الحموضة، لعنة البسالة، لعنة الميوعة كتلاحق الأعمال. ما خاش عاوتاني كما قلت قبيلة الزميلة، أن ما خاصناش نكونوا
قبل ما يدوز واحد العمل وحنا مستعدين اننا غادي ننزلوا عليه. باقي يمكن بعض العمل يلا في الحلقه الاولى لا داك الشيء ما زوينش لا داك الشيء، نخلوا الفرصه العمل ان يسالي، وهذيك الساعه غير ما يكونش داك نحكموا مسبقا على واحد العمل. وحتى لا بغينا ننتقد واحد العمل من حقكم انكم يعني محق اي انسان انه ينتقد واحد العمل، غير كاين انتقاد عمل، كاين انتقاد عمل وكاين عاوتاني مساله انك كتسب في واحد الانسان. في هذا السياق كاينين كوميديين شباب كيضحكوك؟ كيعجبوني الشباب التلقائيين، الشباب اللي في الاداء ديالهم تلقائي ماشي مصنع، ماشي هذيك الفكاهه اللي كت شويه كتجاوز الحدود حتى كتولي ميوعه. كنبغي حتى في الفكاهه، حيت في بعض الناس كيغلطوا كيقول لك ان الفكاهه بوحدها يعني ما تمثيل شيء، لا راه تجسيد ادوار شخصيات في الفكاهه في بعض الاحيان كتكون اصعب انك تجسد دور في فيلم او في السينما. حنان علاش انت ماشي نشيطه بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لان ما عندي ما نقول في مواقع التواصل، اللي عندي ما نقوله كنقوله في قدام الكاميرا وعلى خشبه المسرح، اما حياتي الشخصيه واطفالي وعائلتي ماشي مهمه باش نتكلم عليها، ماشي يعني اطفال عاديين كيمشيو مدرسه كيقراو كيجيو، الام ديالي الله يخليها ليا دوزنا واحد المرحله صعيبه في حياتنا فقدان الاب ديالنا، يعني احنا واحد العائله عاديه. ما فمني كنت بداي تصوري في حياتك الشخصيه ما كيبقاش داك السحر، ما كيبقاش داك كتولي كتبان يعني بحشو ديال الميوعه، فين مشيت فين جيت شنو كليت شنو شربت. انا ضد هادشي، ولكن ضد بالنسبه ليا انا، ما ضدش الناس انه يديروا هادشي، كل واحد حر في نفسه. غير هادشي ولا سائد، الناس ولاو كيتاجروا به كيدخلوا به الفلوس. اي ولكن انا كنظن بلي هادشي غادي يجي واحد الوقت وغادي نعوضوا، ما يمكنش هادشي غادي يزيد يستمر. يعني ولا لاحظتي حتى مؤخرا شويه بدات لا كادونس، ما بقاش لي ستوري عندهم ديك الاهميه اللي كانت شحال هادي، ما بقاوش الناس كيتبعوا الروتين اليومي، ما بقاوش الناس فهموا وعاو ان سي دو فيك، فهموا انه ولاو سيناريوهات كيتكتبوا باش كيخلقوا قصص اللي دونك. حتى الناس في الاول جانا داك الشيء غريب، كنقولوا او هادشي بصح هذا عنده مشكل مع هذا، ولكن صافي الناس ولات كتبالغ في داك الشيء، ولات ولو مبدعين في السيناريوهات. ما كتشوفيش انهم من غير المنصف ان اليوم وجوه ما عندها ما يتقال، كدير لايف في تيك توك كتدخل الملايين. هي متفقه معك، ولكن الفنان الحقيقي الغنى ديالو المتعه ديالو الثروه ديالو الحقيقيه هو حب الجمهور. وباش ما نكونوش عاوتاني حب الجمهور ماشي كافي، ماشي بغيت نقول لك حب الجمهور هو مهم، هو سي لا باز، ولكن في نفس الوقت داك الفنان خاصو يعيش. فالفنان الحقيقي ملي كيدير واحد المسرحيه وكيجيب واحد يعني واحد المدخول ديالو المادي كيكون مقتنع به وكيكون عايش به وهو مرتاح، داكو، لانه ما خداش سي برينسيپ، ما مشاش دار نامبورت كوا باش يجيب الفلوس، دائما كيبقى في النطاق ديالو في العالم ديالو. انا كيفاش كنفكر داكوغ، انا كنقول مع نفسي ان المهنه ديالنا نقدو نجيبو منها الكثير الا عرفنا كيفاش نخدمو وكيفاش نشتغلو وكيفاش نطورو من نفسنا. اما باش ندير المال طائل ونعفس على مبادئي وعلى اخلاقي وعلى عده اشياء، ما عندي ما ندير بك الفلوس. واش كتفرجي في التلفازه؟ كنتفرج فيها وي، ولكن انا هاد الايامات لاحظت اني مابقيتش كنتفرج بزاف في التلفزيون، اكثر ما انا وليت شويه منهمكه في الكتابه، وكنوجد هاد غير هاد السنوات الاخيره دي واحد عامين، انني كنوجد ايضا في الفيلم ديالي ان شاء الله بالنسبه للتلفزيون للمسرح، واعمال مسرحيه وتلفزيونيه وسينمائيه. هادشي اللي خلاني اني شويه بعدت على التلفزيون، وكذا ما كانش ما كنتفرج، كنتفرج. غنشوفك قريبا في شي عمل غادي نتفرجوا فيه في التلفازه؟ هاد السنه لا، ولكن غادي يكون المسرح هاد السنه ان شاء الله خلال شهر رمضان، على ما نوجدوا شي افكار جديده للتلفزيون. شنو هي العائله بالنسبه لك؟ العائله هي القاعده، هي هو التفاؤل، هو ان في الاوقات الصعبه كتحس بأنك
ماشي وحيد وبأنك بأنك مدعم بالحب ديال العائلة. العائلة كتعني لي، ما نقدرش نعيش أنا بلا عائلة. خير دليل على ذلك هو أن من بعد الوفاة ديال الأب ديالي استغرقت واحد سنتين وبقى الآن كنعاني من فراقه. وبالنسبة لي أنا العائلة فقدت سند أمبيلي لا باز، ولكن الحمد لله بقى الأم الله يعطيها صحيحتها ويعطيها ضوء عويناتها. وكنت شبته بالوليدات بالله أولا، الله قبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى، وتشبج بالله والإيمان وهو اللي خلانا احنا واقفين اليوم. شنو هي النصيحة ولا الوصية اللي خلاها لك الأب ديالك وعمرك غادي تخلي عليها؟ دائما كان كيوصلنا على الاحترام، دائما كان كيوصلنا على المثابرة، على حب الوطن، على حب العمل، على الاحترام ما بين الخوت، على التلاحم، على الحب. كان دائما كيحرص على أننا نحتفظ دائما بكرامتنا. رسالتك ليه اليوم؟ غادي نقول ليه رسالة من القلب طبعا. لك رسالة من القلب غنبدأ نبكي، هذه أكيد. الله يرحمه ولي برحمة الله، وبغيت نقول ليه كنبغيك وغنبقى ديما نبغيك وغادي نموت وأنا كنبغيك لأنك كنتي أب مثالي. شكرا. أنا كان يمكن واحد نفسي أنني ما نبكيش، ولكن كما قلت القلب يمكن لك تمنعه أنه ما يبكيش، فالله يرحمه. الله يرحمه، ما كناش بغينا نبكي وكل الله يرحمه. شكرا بزاف، سمحي لي والله، شي فريمون ديزولي والله، شي فريمون ديزولي toujours comme ça c'est pas évident.